فردوس المسلمين ودولة الموحدين وآخر جواهر الأندلس، 800 عام من الحكم الرشيد والتحضر والرخاء. تنازع عليها أمراء الطوائف طمعاً في الحكم، وأغرقوها في الملذات والشهوات حتى ضعفت وتصدعت وسقطت فريسة ممزقة في قبضة الإسبان. ليلة سقوط درة التاج الأندلسي مملكة غرناطة. إنها مملكة غرناطة، أتلانتس المسلمين ودرة التاج الأندلسي. أيها الإخوة والأخوات، لقد قررت أن أتنحى تماما. الأندلس اسم أطلقه المسلمون على الجزيرة الإيبارية، والتي تعرف بدولة إسبانيا والبرتغال حالياً. كان يسكنها قبائل من الغرب القدامى يطلق عليهم الوندان، وهم شعب نزحوا إليها من ألمانيا وبولندا وأقاموا فيها مدة من الزمن حتى فتحت الأندلس عام 92 هجرياً على يد القائد طارق بن زياد في ظل خلافة القائد موسى بن نصير، إذ انطلق الجيش الإسلامي المكون من 7000 مقاتل باتجاه الأندلس وعبروا مضيق جبل طارق، ثم انتقلوا إلى منطقة واسعة تسمى الجزيرة الخضراء. وهناك تقابل جيش المسلمين مع الجيش الجنوبي للأندلس الذي كان يحمي جيش النصارى في تلك المنطقة، فكان القتال سجالا حتى انتصر المسلمون وتقدموا في الشمال إلى أن وصلوا ناحية قرطبة. وبدأت المعركة الحاسمة في 28 من شهر رمضان في العام 92 من الهجرة، وكانت من أشرس المعارك التي دارت في التاريخ الإسلامي، واستمرت لمدة 8 أيام لتنتهي بنصر فاق الطموح والآمال. مظاهر مجد وحضارة الأندلس في ظل الدولة الأموية. قامت نهضة الأندلس بعد فترة ضعف طويلة، حيث بعد تولي عبد الرحمن الناصر الحكم سنة 913 ميلادياً، والذي لقب نفسه بأمير المؤمنين، بدأ عهد الخلافة الأموية وعمل على توحيد الأندلس وقضى على الثورات واهتم بالحياة الاقتصادية والعمرانية والعلمية. وجاء بعده حكم المستنصر بالله ثم هشام بن الحكم، وكان عهد الدولة العامرية التي استمرت 33 عاماً من أقوى الفترات في حياة الأندلس، حيث بلغت فيها الدولة الإسلامية ذروة قوتها. خلال العهد الإسلامي استطاعت الأندلس أن تكون رمزاً للحضارة والازدهار مقارنة بالدول الغربية الغارقة في ظلمات الجهل والتخلف، حيث عرفت بجميع المجالات الحياتية التي شكلت رونقاً وبريقاً ميزها عن غيرها من البلدان، فاشتهرت بأطبائها ومهندسيها وذاع صيت علمائها وشعرائها، حتى أصبحت مهداً للعالم ومركزاً علمياً يحظون به بنهل العلم ونقله إلى حضاراتهم وتطبيق ذاك المنهج المبدع لديهم. ومن أشهر العلماء الذين كانوا نتاج الوجود الإسلامي في أرض إسبانيا الطبيب أبو القاسم الزهراوي، والصيدلي أبو جعفر الغافقي، والشيخ الأكبر محي الدين بن عربي، والفيلسوف الشهير ابن رشد، والشاعر ابن زيدون وابن حزم، ولفيف من العلماء والشعراء والفنانين. امتدت حضارة المسلمين في الأندلس إلى مدى طويل بلغ 8 قرون كاملة، وكانت مشعلاً من مشاعل النور والعلم والحضارة والفنون. ولعل ما بقي من آثار الحضارة الإسلامية حتى الآن في إسبانيا خير دليل على ذلك، حيث القصور المشيدة والمباني العتيقة والمساجد الإسلامية من عصر الحضارة الأندلسية. لكن مرت الأندلس كغيرها من الحضارات بمراحل من القوة والازدهار إلى الضعف والتفكك ثم الدمار حتى الاندثار. بداية سقوط الأندلس، فردوس المسلمين. بعد تولي عبد الرحمن بن المنصور حكم الأندلس اندلعت الثورات في عهده حتى تم قتله، وحينها كثرت الثورات وانقسمت الأندلس إلى دويلات متنافسة حتى سقطت الدولة الأموية. فدخل حينها عهد ملوك الطوائف الأكثر تعقيداً بسبب زيادة الأطماع والتنازع على الحكم، حتى انقسمت الأندلس إلى 7 مناطق مختلفة. طوال 8 قرون كاملة
كان ينظر الأوروبيون إلى الأندلس وحضارتها الإسلامية بكثير من الحقد والألم، منتظرين الفرصة المناسبة للتمكن منها والقضاء على الحضارة الإسلامية. وفي ذلك الوقت تدافرت عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر في سقوط الدولة الإسلامية بالأندلس. ليلة سقوط غرناطة، جوهرة الأندلس. كان تأسيس دولة بني الأحمر في الأندلس هو آخر محطات السقوط الأخير للأندلس الإسلامية، حيث أخذ في التعاقب على حكم الأندلس الكثير من الملوك والأمراء من بني الأحمر، حيث سادت بينهم الخلافات والصراعات وتفشت بينهم الأطماع الدنيوية التي وصلت إلى حد التحالف مع أعداء الأمة الإسلامية وإقامة علاقات طيبة معهم وإحسان الظن فيهم، وطلب مساعدة الصليبيين في حروب الطوائف ضد المسلمين، محاولين بذلك الحفاظ على النفوذ والسلطة، حتى ساد الضعف والوهن في جسد الدولة الإسلامية، فضلاً عن انتشار المحرمات كالخمر والنساء التي أصبحت من الأمور اليومية دون رقيب أو مانع، حتى ساد الفساد والانحلال وتقودت دعائم المجتمع. وبالإشارة إلى الفساد السياسي في الأندلس، بات قائماً على نظام الحكم المطلق، فلا يعتمد الأمراء على الشورى أو العدل، ما أدى بدوره إلى زيادة أعداد المتمردين والمنادين بالاستقلال الذاتي للمدن الأندلسية، ليظهر الظلم والفساد من خلال إسناد المناصب الإدارية والمالية إلى المواليين للدولة والنظام. استغل الإسبان تقسيم الأندلس وبدأوا باحتلال المدن واحدة تلو الأخرى. وبعد سقوط دولة الموحدين وتمزق دولة الأندلس، وقعت أغلب المدن في أيدي الإسبان الصليبيين، وكانت مدينة غرناطة هي آخر ما تبقى تحت حكم المسلمين، لتستمر حرب غرناطة إلى 10 سنوات. لم تكن جهاداً مستمراً، بل كانت سلسلة من الحملات الموسمية تنطلق في الربيع ويتم إيقافها في الشتاء. وتم توقيع معاهدة غرناطة في 25 نوفمبر سنة 1491 ميلادياً، والتي منحت المدينة 2 شهر للاستسلام. وبعد مناقشة الشروط، قام الأمير أبو عبد الله محمد الثاني آخر أمراء بني الأحمر بتسليم المدينة في 2 يناير سنة 1492 ميلادياً على طبق من فضة إلى الملك فرناندو الثاني ملك أراغون والملكة إيزابيلا ملكة قشتالة. وبعدها فر هو وعائلته من قصر الحمراء إلى الجبال. وعندما وقف على هضبة عالية ونظر لقلعته نظرة وداع، قالت له أمه الأميرة عائشة الحرة التي لعبت دورا هاما في تأخير سقوط غرناطة في قبضة الأعداء: ابكي كالنساء على ملك لم تستطع حمايته كالرجال. وبالفعل اتحدت مملكتا أراغون وقشتالة، وتمكن الملك فرناندو الثاني والملكة إيزابيلا من إسقاط الدولة الإسلامية في الأندلس والاستيلاء على غرناطة آخر معاقل المسلمين سنة 1492 ميلادياً. ومن هنا بدأت أوروبا الصليبية في صب نيران حقدها على من تبقى من المسلمين بالأندلس، وقاموا بقتلهم وحرقهم والتنكيل بهم، حتى وصل الأمر إلى اختراع أدوات جديدة للتعذيب من أجل القضاء على ما تبقى بها من الإسلام، مما دفع بالكثيرين إلى الهروب والفرار إلى المغرب. وبعدها بدأوا في هدم المساجد وأي أثر شاهد على حضارة المسلمين بالأندلس. ولعل أبرز دليل على ذلك كان محاكم التفتيش التي تشكلت بعد سقوط الأندلس للقضاء على ما تبقى من المسلمين. هكذا تم القضاء على غرناطة درة التاج الأندلسي، والقضاء على الدولة الإسلامية بعد 800 عام من الحضارة والازدهار.